السلام عليكم، انا محمد شريف السوليوشن دايركتور لسوق السعوديه. اليوم جايينكم في جايتكس بموضوع اللي هو الفصول الافتراضيه، اللي هو بيلبي احتياج المملكه العربيه السعوديه وجميع الدول، اللي هو انك انت في حال عندك نقص في الريسورسز من المعلمين او المدرسين، ممكن انك انت تساوي فصول افتراضيه. الفصول الافتراضيه مبداها ومعتمد على انه يكون في فصل رئيسي، اللي هو بيكون فيه مثل ما شايفين هنا في الشاشه، بيكون فيه فصل اعتيادي، ولكن بيكون مجهز بكاميرات مراقبه بتكون موزعه حول الفصل. وطبعا بالفصل في الطرف الثاني بيكون الطلاب بيكون عندهم شاشتين، الشاشه اللي بتعرض لك الفصل الرئيسي، طبعا مثل ما شايفين هنا هذا الفصل الرئيسي، المدرس وين ما يتحرك بالفصل الكاميرات كلها تتوجه الى المدرس على اساس تنقل الصوره الحقيقيه كأن الطلاب جالسين في نفس المكان. طبعا الشاشه الثانيه بتعرض لك اللي هي البرزنتيشن، المواد اللي ممكن يشاركها المدرس مع الطلاب اللي هي اثناء الكلاس. بنفس الوقت يقدر يتفاعل، فبالتالي السبوره هي عباره عن سبوره تفاعليه، الطلاب ممكن يشاركوا المدرس عن طريق السبوره التفاعليه. طبعا السيستم هذا كله بيكون بعد ما تنتهي من الكلاس، الريكوردينج كله بيكون موجود في مكان مركزي، ممكن الطلاب يوصلوا للمواد هذه عن طريق الانترنت، عن طريق الموقع المؤسسة أو القطاع الحكومي اللي هم مستخدمين الفصول الافتراضية. ممكن بنفس الوقت يدخلوا على الكلاس بطريقة مباشرة عن طريق التابلتس، من التابلتس بيدخلوا وبيشوفوا لايف كلاس. فبالتالي هذه العملية هواوي سهلت على الفصول أو سهلت على المدرسين أنه يعطوا الكلاسات والطلاب يحضروها في أي مكان موجودين فيه.